القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ضد درس ويس 441 من دروس التفسير، الدرس رقم 441 من دروس التفسير، ومع الآيات 31 إلى غاية الآية 39 من سورة سبا. مازال وقت سورة تاكي يغدي تساكن، أين يعني الإيمان، أين يعني الأخرث، أين يعني الغيب. خطر وش شكوار دي الدنيث ما تسامنض سوين وثولاض، أصعب امتحان لبني البشر بل لجميع العوالم أن تؤمن بما لا تراه. أتمض سوينوث ولاض ورتسراحض أوريلي إلا قد سمن ضيس، ما ثم ضيس أما السعديك معناه تنجحض ذي الامتحان أم قرآن. لذلك في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. معناه الإيمان بالغيب يوعر مليح. أصعب امتحان هو هذا، أن تؤمن بالغيب. لذلك هذه الصورة العجيبة فيها دروس وعبر وتذكير وبيان وتوضيح لكل ما هو غيب، لا خرف الجنة والنار وإلى آخره. المؤمنون فائزون، تهناوا فراوها في الدنيا، بمعنى كفروا بما يجب الكفر به، فمن يكفر بالطاغوت، سورة البقرة الآية 256، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مباشرة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى آخر الآية. شوف غادي نير أفريد السلاح، أفريد اللمان، أفريد السلامة وثكين دماء ذوى ما إلا يون يعرقس وفريدكي لم يؤمن، مشكلة مشكلة يرنا ورزميرا لنا سيدي رقع ذي الأخرث ذي الدونيث. نعم الدونيث ممكن يون أذي لي عرق سوفريد يفغى فريد يخفر كافر، ولكن من بعد يثوب سيدي ربي يشوهد يومن. أما السادس ثم ديثيس تساديث حسن الخاتمة ما إلا وريومين را يا لطيف. وقالي أسيدي الكفر نغل الإلحاد إسعى تصن السباث برمي السباث الإلحاد التفضيون زادس الفهامة زادس القراية مش الفهامة، أم بعد أخيري كل شيء للشك خلاص يشك في كل شيء. ممكن يراح يطعن في حقائق الدين، يطعن في حقائق الدين أخيري ما كانش صح وملغص ربية معنا أرجو فمسلت السنة خاطئ يكفر بالسنة. سمحوا لي ربما أحيانا نكرر هذه الأمور لأنها تتكرر ونخشى أن ما يتكرر يتقرر. هو أمر قديم، يعني ذا قديم الكفر ذا قديم الإلحاد ذا قديم،
أين تقارن ثورة مدن تقارن ذي اليوتيوب تقارن ذي الانترنت ماشي ذا جديد ذا قديم ذا شو مغلف لومبالاج لومبالاج كيك مخلف من ذايا والنتيجة هي التشويش على العقيد عقائد الناس وعلى الإيمان وإلى آخره والدمار الذي يحصل وعلى بالكم كاين ناس هبلوا هبلوا ايه كانوا مؤمنين يصليوا برحمة ربي بدأوا يدخلوا كاع في هذه الأمور وبعدين تخلطت كاع عليهم تلفت ما راح العقل واش كاين في العقل يعني اش كاين شو قال عندي العقليس يو ولد درويش أنا عامل هناك من فقد عقله بسبب السماع لهذه المشوشات لهذه الشبهات ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله الهداية للجميع يلا من المشاهد اللي تكون يوم القيامة سبحان الله يذكرها القرآن اليوم يعني في بعض الآيات وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يا الله سيدي الكفار واش قالوا قالوا ما نؤمن بهذا القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن راس القرآن ونؤمن راه ميم استكتابين ديوسان قبليس وكذا كذا محن كلش الزبور في سيدنا داود من صحف إبراهيم من التوراة في سيدنا موسى من الإنجيل في سيدنا عيسى كفران بكلش من بعد شو دينا ربي سبحانه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ثورة ثلث الزماء يبدأ العتاب اللوم المتبادل بين الذين استضعفوا والذين استكبروا إما بسلطتهم وجبروتهم إما بأموالهم وإلى آخر أو بعلومهم وأفكارهم ذا شو دي حكى ربي في كيغد المشهد ذي الآخر أتفذو في الزمان أولا ربي سميسن الظالمون الوصف المشترك للذين استضعفوا وللذين استكبروا فهم في الكفر سواء فهم في الظلم سواء لذلك يتبادل هذا القول هذا العتاب وهذا اللوم ثلاث الزمغ يرسم كلوني قرص شيء السبا ويلي قرص شيء السبا في الدوض يلا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقاذني تسغناوال ذي الدنيف تسغناوال أدسن الأقوياء أما كدني ذي الفكر ذي المال ذي الإعلام سعان كل شيء كريفة سنسان شكون وصل ذي الإعلام قوة الإعلام طبعا ماشي تاعنا تغيرنا الانترنت واليوتيوب شفا مزيك لا قيس سوالم ويسين أنا دياس واسن ساتف ذا بورتابل يجري فاسن كذا مشطوحة كا ولاش الخيوض ولاش شيء عجيب ثورة في مجال التكنولوجيا في مجال الإعلام في جميع المجالات ثورة علمية هائلة ولكن العلم إذا انفصل عن الله دمر وإذا اتصل بالله عمر قاعدة العلم عمار أو دمار العلم لو سافوار لا سيونس تمسني ما شو در سيدي ربي أكل دين ربي ربي قال اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نون والقلم وما يسطرون العلم يفكس ربي يزال العلم إفكاس ربي يزال طاس وقل ربي زدني علما إيه كلما ازددت علما ازددت معرفة بالله وإيمانا به إنما يخشى الله من عباده العلماء أكيث الحلالوجيك أكيث الحلال الأمور إميل العلم إفعاد غفصي يا ربي أذيوغال ذا هدو يتهدو وريفنو يسلغون ورزيزدي
يتروزو غور الجبر السبعاد سيدي ربو اللي سقرب راه الورس. يلا المستضعفون وسند الذين استكبروا سوا شو سنن سوا وال اجت ظليت ما كانش منها ما كانش من السنه ما كانش منها الصحابه يطعنوا 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 وكاين شغل السن يدخلك في الايات الشبهات يقولك فيه طنا في الدوض بلا كل شيء معلوم. ام بعد وقاتني وغناس ناوال ناس زيغ الصح نكون شحال كان تصوزوم انت ظلا زيغ زيغ بيبريكان ارغرصا فاقا اطفن ديزم سقوم الزوغ شو ذي لاخرث مرم قفل نذم سوذم اذم يوزمن وقاذني روح ذي الغلاظ اتزمن وقاذي سنيك الخن ذي الدونيث اسنقارن لو كان ماشي الكنوي ها لولا انتم لو كان ماشي الكنوي لكنا مؤمنين اني ليذ المؤمنين فمديثنا تساديث الخير اربح هذو كردوا على انفسهم كل واحد يدافع على روحه. قال الذين استكبروا وقذقي يقبل ويضي الغلاظ للذين استضعفوا كل مرة يتكرر هذا باش المشهد يبقى دائما قائما حاضرا وهذا هو لفت الانتباه باش الإنسان ينتبه إلى تلك المشاهد التي لا تعويض لها ولا شرط راباج يخي توجور نقرأ ونسعى سيسيون دو راتراباج نسعى اون في حياة واحدة لا مجال للاستدراك. ليش وسننا أنحن صددناكم عن الهدى أعني غذ نكوني بالسيفي كون حبسو ذبع مرة أفريد الهدى أفريد السلامة أفريد الإيمان بعد إذ جاءكم هاو اعترفوا بعد إذ جاءكم معنى هذا الهدى وصل إليكم النور سيدي ربي بضيكني الهدى النبي صلى الله عليه وسلم يبضيكني دي الله يروان الله يروان بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الإجرام بدل كريمينال لا حول ذي سميس كان الزاي وفي آيات كثيرة تكرر هذا الوصف لأنه من أنواع الإجرام هذا يعني تلقى واحد مليح في الدنيا ما مسكين ما يظلم ما والو ولكنه مجرم مستان كريمينال أو كيف أكبر الحقائق ما على بالوش وليس تعرف السيد يا ربي وليس تعرف سن أنبياء ثورة كدي سرح ربي له وثورة سبحان الله إنما أمره سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيه حديث عظيم بين أهل السنة والمعتزلة هل الإرادة تابع العلم أو العلم تابع الإرادة فيه تفاصيل لكن حنا لسنا مطالبين بهذا الشيء الحمد لله. المهم الجزم كما يقول علماؤنا في هذا الباب يكفى ووال نؤمن باللي لا ربي يوان أين فغض يضرو قال استقبلي في العبد يتصحبير ربي تدبر يلا العبد بالتفكير والله بالتدبير. وقال الذين استضعفوا شوف حواره أطاسو سقر شبوال أولثي فران ذوال وقال الذين استضعفوا وقادني روح ندير الغلاظ استضعفوا في عقولهم في عقيدتهم في نفوسهم في شخصياتهم خطر دفاع واحد ضعيف شخصية هو اللي يروح. أعطيكم مثال واحد عايش في البلاد مع المسلمين الله يبارك يصوم يصلي التراويح رحمة ربي هو يدخل لندر ولا باغي بقى على خير احنا ما كاين حاجه خفيفه وباغي ماشي شونزيليزي وكذا نغدي فرانكفورت ندير لا كتغا في فغلاق لي بافا الخلعه نقارن او صافي باش هادي فان سيفيليزي لو سيفيزم ارغورس الا قال شهر رمضان ايه شهر رمضان باش هادي فان سيفيليزي زلارا مسكين 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 روح بعد ما تفوت 30 سنة وهو يأكل في رمضان كيتوب يوصل واحد 85 سنة يلا الفتوى القول اللي زيغ الباب
الشيخ عمر فلسي عفار بيسديون إن يسفي ثبورت خدمي ثبورت يعني إن فاضر ذي الشرع إلا الشيخ عمر الشيخ الجامع ماشي ذا من ويزي يعني هذه مما سمعناه من الله يرحمه الشيخ عمر الشيخ الجامع ماشي ذا من ويزي صحيح ما يحصل يونا ديف لانت لي فاضر لانت رخص شرعية لانت رخص شرعية 30 سنة وهو يأكل في رمضان ارفض بركة الكاتريس ولا الأورديناتور حسب له كل نهار ستينهم أولا القضاء زيد الكفارة القضاء زيد الكفارة معناه واحد يساوي 61 يوم 30 يوم في 61 ألقى الحساب من بعد توتاليتي ضربها في 30 سنة لا إله إلا محمد رسول الله لازم بونيوس من عند ربي يزيد لك 500 سنة وما يسلكش راسه مشكلة معليش نقول هذا الكلام صحيح إذا كان إنسان صرالو الشرع موجود الفتوى موجودة ولكن إلى هون يتحزيفن دايا إلى هون يتحزيفن وقال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا ردوا عليهم سيدي زارقيمو كل واحد يعطي حجج نتاعو بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ليل ونهار يا مكر الليل والنهار مكر الليل والنهار معناها هذاك اللي نستضعفه وقال يتولظن الناس الخلوين السبة أغث الجمالة ترانكيل أميضة مزال أقل كوني ديذناغ أغد توريم أفريد من الكفر أفريد ماشي لأفريد من الهدى وغد قارن باللي ربي ماشي واحد سجل لا يسعى الشريك يسعى الأنداد سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسعى تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اسمي سنن سيد علي وصفقد كان ربي وصفي ثيد على بالك أمر العقائد والإيمان مهم ولكن الإنسان لازم يعرف كيف الشقة لازم الميثودولوجي مولاش يضيع ثوري كان يدني هل الإرادة تابعة للعلم أم العلم تابع الإرادة وكل ما أراد يعلمه فهو يريده هل ما يريده فهو قاد عليه نكشم بك الأمور ولكن الحواجارة يخينا ثم غارت القذرار ثم نصر بيت فرات زديت صفا ناس يا وصف ربك وصفي تتزيغ أمي صف لنا ربك إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس زمضت ولسولني قط ربي الناد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إذن ولاش من مليس إنس لا سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء بعد اختمت الآية يعني في مجال النفي غير القرآن اللي قادر يعبر أقوى تعبير عن الله جل جلاله ليس كمثله شيء يعني ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا الناس دخلوا يغيروا وين أم يضمزل أدرك الآن ممكن واحد يدخل الناس في الكفر وفي الإلحاد ماشي يهضر له مباشرة عن طريق اليوتيوب عن طريق الانترنت هو راه بعيد عليك 20 كيلومتر يرمي لك واحد الحاجه وانت الله يبارك وحدك في البورتاب راك دير هاك وراك تكتشف اخي سلوغوليك صوت نفسيتك ولا حول ولا قوه بالليل والنهار بل مكر الليل والنهار اكا اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا انخذ مشريك يا ربي واسر الندامه أسروا إما معناها أخفونا أظهروا في كوال يظهر ندامة تعولي يخبيها كيف يعني ندامة لاين حيث لا ينفع الندم في اللغة العربية إذا أسروا معنى يسعى معنى هنا إما أسروا معنى من الإسرار إلى والمعلين دينا بلا أظهروا يندم
نغور يندم راه هذه غزائض وضانيس كان اللي كيندم يولي يعض الانامل نتاعو من بعد ولا شاش فين فان يوم لا ينفع الندم لذلك ربي سبحانه وتعالى واسر الندامه متى لما راوا العذاب راوا ولنا مازال في ذينا ولا وعلى بالك العذاب النفسي بسيكولوجيك مثوليثيط هذه فذو العذاب ولا والله حتى الوصف صعب نسأل الله العفو والعافيه ان شاء الله ما نتمنوا حتى الواحد من اهل الارض يكون في هذا الموقف نعم رغم الاستفزازات كاين دي بروفوكاسيون خاطر واحد ديفا يكفر ويزيد يبروفوكي يعني خاطر كاين واحد كافر مؤدب يكفر روحه ما يبانش عليه مي واحد اخر يخرج طريق ويزيد يبروفوكي الاخرين يا خويا هو كذا رمضان وانت صايم علاش يبروفوكيك علاه حب السيفيزم برك بالقدر بالاحترام ولكن للاسف نسأل الله الهدايه للجميع من بعد شو دينا لما راوا العذاب ولن كان ندما ثفنت في اللسان نغفرنت اني داخل ندمن اندا وسنتن في اندما وجعلنا الاغلال والله من بعد استفدوا الاغلال الحديد لا اله الا محمد رسول في اعناق الذين كفروا ماشي كفا السن في الاعناق يعني شوف الاذلال ما تفضيون سيفوس ماشي تقنوا السيجز لا اله الا محمد رسول الله هل يجزون الا ما كانوا يعملون طيب اذا الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء ربي انا يا غيد كل يونين الزرع آفي غلف سفرة وحز هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ولي زرع ثيم الزين أذي مير ثيم الزين ما يزرع السنان أذي مير السنان المعنى يس الجزاء من جنس العمل الجزاء قاعدة الجزاء من جنس العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك الإنسان الذكي هو الذي يستثمر ما بقي في عمره في البقية الصالحات يعني وين حرشن السن الصلاحيس أذي بروفيتي مدام يتسيفير أذي بروفيتي يستثمر ونزرى راش حاليس دي قران الشيخ محمد الحسين ناس ولاش تصبحيث ورنسعي ثام الديث مدام ونحصي وارا ونزري وارا أشحال نكمل في الدنيا أوها ربي أين غدي قران أما الساعة أما 60 سنة أما 20 سنة أما أنزرارة بنادم أتسي بروفيتي كان أذي استغل وسنس دي قران ذقوين أثين فعن ذي الأخر أين يمير ذي الأخر من بعد وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون مترفون في كوال ثوانت السفوغ العقلي فافيس قليل يكفيك خير من كثير يطغيك أحيانا الطغيان يتسد سي السعايا انشاف تفغى العقل الباطل يتسد سي السعايا سعايا بطاس طرف وطبعا الحديث عن المترفين طويل عندنا آيات في المستقبل نرجع لها ونفصل في موضوع الترف في الهبد ما يسعوا السعايا ولكن في الثغرة العقل هذه قيم كان تجور موديست تجور لكن قرص قبيليث ننزاس يا ربي وعلى بالكم ثقبيليث ما رد نطق يكفى ووال ننزاس يا ربي سوى النوز ولا ما يسعى ضمر كانتي في غرى العقل الحكام فكال في القاعة نتسير ويسر ووياض ينفق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ويقرر بفكا غيم السن في اللي السن اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا فهمن في مثال يلا قرية في مدينة وين ذاك التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم
المعنى يس أين كيضران إضرائم زهورا. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر تسلية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربي لا يذس يبغى سيني أين كيضران إضرائم زهورا لي بروفيت مزهورا يمشي يعني مزهورا كيف كيف إضراف الناس العجب الباطل هذا. إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون نكفرك سويني يديو ماذا نوح ماذا يونس يوسف يعقوب موسى عيسى كن ملان يلا. وقالوا بعد كملا نحن أكثر نكونين سعى أموالا سعى غذريم سعى الشندونيث وأولاد الدريا إلى أخير الأنصار وما نحن بمعذبين. إيه هو يوم كان لا عثاف الدنيث ولا عثاف من ذي الدنيث ذي عثاف ذي الآخر خلويث اللوزم ذي الدنيث أصل لازم ذي الآخر نكوني نروى ذي الدنيث أنروى ذي الآخر خلويث ضعف ذي الدنيث أصل ضعف ذي الآخر أتسوى عتفهم نكوني خاطئ وما كن وما نحن بمعذبين. إنكار البعث وإنكار الجزاء والحساب والعقاب ذي الآخر. وربي ناد في آخر ما أنزل وما أرسلنا من قبلك من رسول هذه لا في سورة المائدة في سورة إبراهيم في سورة الأنبياء الآية 25 هذه وما أرسلنا من قبلك من رسول إنه إلى هذه في سورة إبراهيم الآية 25 ولكن غادي نير واتقوا يوما هذه الآية الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جرفم ثرزي من الباطل في الدنيا في الآخر أرتسوذث وهم لا يظلمون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة الرزق كفوس ربي ثلا ما تشيون ما يفكيس الرزاق المعنى يسيح مليث أكثر بياض في الامتحان هذا ما كان التفضيون يفكيس ربي الرزاق يتنعم صدر الرزق يرنا يحمد ربي وريت سيارة سيدي ربي يتعشر يتزكي وريت يتسوي مغذان ثجال يوجلان الجوامع السفيطرات يتعاون خطر سيدي ربي ناد في صورة الحديد الآية السابعة في السبعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أين السام جريفة سنوان إفكايا وانتد ربي مدة 20-50-100 سنة أدياس واسات جمي ويض إوياض ويتسجثيوا ثمورت تفديني مولا ألا ما كل شيء يغالي سيدي ربي ذيني ميذي سورة الحديد بعد 3 آيات الآية 19 يند ولله ميراث السماوات والأرض ضرب بري ورثن كل شيء أما ذي جنواه أما ذي لندي ثمور في القاعة أما إننا نجرسن ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن ربي يمتحننا إما بالتضييق أو بالتوسيع هذا شغله الشغلس بعد شو وما أموالكم ولا أولادكم ما تشي ذا رزق ذا رزق نوان أين تكسفم نغدريا نوان أين السعام بالتي تقربكم عندنا زلفا أما شي سشينون تقرب مرسيدي ربي نغ ما السعام ذكا خطر ما السخدمم تتقربم نغس الدريا نوان خاطي ما إلا ذا الدريا صلحنا ما السعام نوان أكون تساوين دعوة الخير أكا ولد صالح يدعو له في حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 في رقوة وقد قارنت سوى 3 رقوة يكدي الصوت الحسنات إما ذي العلم جدت مسني إنفعن إما صدقة الجارية ونفنان يخدم كذا المنفعة العامة ذي الأوقاف ذي الصدقة الجارية إما ولد صالح دريا صلحا أكدي تساوين دعوة الخير أكدي تساكن الدعوة الخير إلا من آمن هاو دليل ثم ربي بقني ثيد إلا من آمن وعمل صالحا يوما يرنيس العمل الصالح والإنفاق من صور العمل الصالح
والتربية للأولاد تربية الصالحة من العمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا لا ثفنوان ثيثنوان أثروا حرام وهم في الغرفات آمنون. الله يا ربي في غرفات الجنة آمنون، لا بي ثلويث لهنا لا سيكوريتي ولا ما ساد الأرزاق وثلي ضرى ذي لهنا وسعر القيمة، ولكن ربي فيك يا غد أعظم نعمة نحتاج إليها في الدنيا نعمة الأمن. وذي الجد الآخر نحواجس أيضا ذين يا ربي سبحانه إفذري سيد نعمة الأمن نحتاج إليها في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، اللي بغي يثبت باللي الطريق نتاعكم ماشي صحيحة، معاجزين يسعون بعلمهم وأفكارهم ووسائلهم وإعلامهم ويوتوبهم وأدوا أجمل كان معاجزين، أولئك في العذاب محضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. غصر بذي كان آخر آية، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يغدد من الأرزاق، خطر هو الرزاق يا أخي. ذكرنا المرة اللي فاتت الآية يمدنا ربي سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها توطف إزم سبع ولا الفيل قدام النملة انكومبارابل، لو كان بالقوة الفيل يدي كلش السبع يدي كلش، وثاني الفاز هذاك الصقر النسر يدي كلش والنملة ما يصح لها والو، ولكن لا لا ماشي بالقوة، ربي هو اللي يعطي الرزق هكذا. لذلك قال في الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها والزميرة ترفض أين ثتش الله يرزقها، بدأ بها وإياكم يا البشر يا أهل الأرض أنتم أذكياء عقلاء علماء عندكم ثرية، أم بعد ربي سبق بهذه النملة لكي يعرف الإنسان قدره باش بلاد ما دي السن هذه السن كبير الإنسان لا تريما ذايا سي ديفيسيل دو باش هذه زر بنادم ما يبض هذه يفهم باللي انت بنادم لا تريما تجد درجة مهمة جدا تؤهله إلى أرقى الدرجات في مدارج الكمال البشري. إذن ثمسة الرزق ضرب سيدي فكان لحكمته، كل حاجة سي الحكمة شحال يديفكا أش أمشي ديفكا ذي الشغليس لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. شوف سبحان الخاتمة رائعة، أين تنفقم ربي سيدي يخلف عادي سبحان الله، أين تفكر أش ديفكا ربي زيادة أش ديفكاين فكر واش ديرنوس زيادة فهو يخلفه، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. بعد كيفاش ختمها الآية 39 وهو خير الرازقين، الرزاق مقران سيدي ربي سبحانه وين يفغان الرزاق هذه السثر ذيس وين يفغان الهنا ثلويث كل شيء ننسى هذه جاء ربي ثم دي ثنوان ثم دي ثنغسين الصفراحان ثم دي الثساديث وقد يمثنى ثلاثنى عفور بي وقد يظنن أما ذي سيطرة أما ذي خامنثني شفور بي أكون يفكر ربي السر ذي سر ثلاثا السر والحمد لله رب العالمين.